عسلامة ومرحبا بكم بنات الكل في قناتي ليدي سمارة. اليوم مع بعضنا كما انتم طلبتوا مني باش نحكيو على ليكران سولير او واقي الشمس او سان بلوك. ثم زوز علامات البنات موجودين على اي اكران تلقاهم، يا هما موجودين يا تلقى واحد منهم، لذلك لازمنا نجمع ما بين العلامتين هذوما اللي باش نوريهم ليكران اللي قدامنا ولا اللي باش ناخذوه يكون موجود عليه علامه الاو في بي اللي هي الحماية من الأشعة البنفسجية اللي هي هذه البنات، ولازم زادة يكون فيه بالأخص الحماية من الأشعة الفوق البنفسجية اللي هي الـ UVA. هذوما حاجتين يلزمهم يكونوا متوفرين البنات في أي إكران خذيتوه، أي إكران لي دو سيني هذوما يلزمكم تثبتوا فيهم. سولير من سابامات اللي استعملته السنة اللي فاتت وباهي برشا وياسر يحمي ويبيض البشرة سامحوني، وفي حماية عالية 50 وفيه نسبة حماية UVB و UVA. هاي كما قاعدين نشوفوا فيها الـ UVB لهنا و UVA لهنا، معناتها العلامتين اللي يلزمهم يكونوا متوفرين موجودين. ما فيهوش نسبة تغطية لكنه مع الوقت يفتح لون البشرة وينعم البشرة برشا ويمشي مع جميع أنواع البشرة الدهنية وإلا جافة وإلا مختلط. أحسن نسبة نجم تستعملها هي الحماية 30 الى اقصى حد هي الحماية 50، ما نفوتوش. علاش؟ على خاطر على قد ما تقوى نسبة الحماية على قد ما البشرة متاعنا تتعرض الى مواد كيماوية قوية برشا ما تنجمش تتحملها. وحاجة نحب نفسرها لكم اللي الحماية ما بين 50 الى 100 هي حماية نسبية لا تقاس. علاش؟ على خاطر ما بين 50 وال 100 مثلا اللي هي اعلى نسبة، ثم على أقصى حد 1.4 نسبة من الحماية، وال 1.4 هذه ما تحميناش من الشمس بحاجة كبيرة كما مثلا الحماية 50. فما حاجة لهنا ميبا قلقتني على الأخر سامحوني. المهم قلت لكم الحماية 50 هي أعلى وأحسن نسبة نجم تسطولها، ما تفوتوهاش على خاطر أكل مواد الكيميائية اللي نزيدوها بملخص ما تحميش أكثر من حماية 50، نسبة ضئيلة جدا نتسبوا في جرتها في مضرة كبيرة ياسر للبشرة متاعنا. لذلك البنات أحسن حماية أنا نحبذها اللي هي 30. علاش؟ على خاطر 30 نجم نستعملوها يوميا ما تسبلناش حبوب، لكن الحماية 50 لازم تسبب لك حبوب. هذه البنات راهي ما عندهاش علاقة بالإكران اللي أنت تستعمل فيه، ينجم يكون من أحسن الانواع والنوع اللي يمشي مع بشرتك، لكن للاسف تكتشف بعد اسبوع ولا 10 ايام اللي الحب ولا عندك حبوب طلعت يوجك. هذاك على خاطر نسبه الحمايه 50 قويه على البشره، وانا ننصح البشره الحساسه تبعد قدر الامكان على الحمايه 50 وتخليها في الحمايه 30. راهي ماهيش خايبه بالكل، انا نستعملها وما نستعمل الحمايه 50 الا ما نبدا باش نعدي نهار طويل في الشمس والا ماشي للبحر، سينو اذا باش نمشي عادي ولا نخرج في 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 خدمه ولا في قرايه ولا في حاجه ما نستعمل كان السبي اف 30. الاحتكاك بالشمس ما بين الحداش وما ثلاثة متاع القايلة البنات هذك ابعدوا عليه. راهو الليكران يحمي من الشمس لكن ما يحميكش بنسبة مثلا 90%، الواقي الشمس هو يحمي فقط بنسبة 60% من أشعة الشمس. لذلك البنات انثبتوا في الحاجات هذوما الكل، انثبتوا في نسبة الاس بي اف، انثبتوا في العلامة يو في بي والعلامة يو في ا، هذوما حاجات لازمهم يكونوا موجودين في الليكران سولير متاعنا. وتو تابعوا معايا الباقي باش نقول لكم كل نوع بشرة وشنو الحاجات اللي نجم يستعملها. إذا أنت بشرة جافة تاخذ اللي قوام نتاعها يكون غليظ ويكون يابس شويه ويكون كثيف، واذا انت بشره دهنيه معناتها تزيد تاخذ اللي تبدا القوام نتاعها خفيف برشا ويبدا مايه شويه عاطي على الماء. هذوكم لاصحاب البشره الدهنيه، كيف تلقى نفس التركيبه لاصحاب البشره الحساسه. وتو نحاول نحط لكم تصاور على اليمين ولا على اليسار نتاع الحاجات اللي باش نقول لكم عليهم واللي انا قيدتهم باش ما ننساهمش. البشره الدهنيه كيما قلت لكم العلامه الخضراء، تنجم تستعمل لاغوش بوزاي البوزاي انتي بريانس موجود اسمه انتي بريانس والا البيوديرما البرتقالي. البشره الحساسه تلقى تنجم تستعمل اولترا ليجي من لاغوش بوزاي اللي انا نستعمل فيه السنه هذه البنات وريته لكم ديجا قبيليكا، والا تستعمل البيوديرما كريم تانتي فوتوديرم ماكس زاده هذايا باهي للبشره الحساسه. واللي بشرتها جافه او عاديه نجم تستعمل الفينشي ايديال سولي والا تستعمل الافين الاورانجي الكل يبدا برتقالي وتبدا فيه العلامه البيضاء، تبدا فيه الرسمه بيضاء ولا اللي تبدا بالخطوط ولا تبدا زرقاء، زاده هذاك يمشي للبشره الجافه والعاديه. شمس يكون ضد الكلف او يساعدها ان هي تحسن من مظهر الكلف. تنجم تستعمل الفارماسي ضد الكلف اللي فيه العلامه الرماديه، هذاك ضد الكلف من فارماسي باهي برشا. تنجم تستعمل دوكراي شنو اسمه ميلاسكرين، هذايا زاده باهي وتكون فيه علامه رماديه زاده.
معلومه اخرى البنات انا لازم اقول لكم عليها، اللي راهو ما فما حتى اكران سولير كيما قاعدين تسالوا فيا، ما فماش البنات واقي شمس معالج للكلف، لذلك تستعملوا البنات الماسكات نتاعكم، السيرومات نتاعكم، الكريمات نتاعكم، اي حاجه ضد الكلف، وتكملوا التريتمنت نتاعكم ضد الكلف. ومثلا واقي شمس ينجم يكون مكمل او مساعد لا غير. من الحاجات اللي لازمنا نجنبوها البنات ان احنا نستعملوا واقي الشمس فيه نسبه من حمايه، معناتها فيه اس بي اف، ومعاه او قبله كريم ترطيب تكون فيها نسبه من الحمايه، مثلا كيما عندي انا لهنا الكلينيك هذه فيها نسبة حماية 15، وهذا الشيء البنات يتعارض مع ليكران سولير أو يتعارض مع واقي الشمس. ما لازمناش نستعملوا 2 اس بي اف أو 2 من الحماية من الشمس، لا، يا تستعمل الكريم إيدراتونت نتاعك أو كريم ترطيب نتاعك، أو أنك تستعمل ليكران نتاعك سولير طول على وجهك. وزادة كيف كيف تتجنبوا نفس الغلطة أنكم تعملوا واقي الشمس ما نعرفش حماية 30 أو أي حماية أنتم عندكم، وتجيو فوق وزعما خاطر تحبوا تعملوا فون دو تان تعملوه كيما مثلا هذا في حماية 15، وتحبوا تعملوا مثلا ميكس بيناتهم أو دمج بيناتهم أو خلط، هذه خلطة البنات غلطة ياسر، تتسبب أنه لا واقي شمس يخدم بنسبة الحماية اللي فيه، ولا الكريم أو الفونديشن اللي حطيتوه يخدم بنسبة الحماية اللي فيه. مش هذا تنجموا البنات لاحظوه مع الوقت، لكن أنتم تنجموا تعملوا حاجة أخرى، مثلا تستعملوا واقي شمس نتاعكم يكون ما فيهوش تغطية، وتجيو فوقه مثلا تعملوا كريم بودر أو باودر أو باودر مضغوط كيما هذا من كلينيك، فيه نسبة حماية 25، هذا البنات من ايفن باتر من كلينيك، هذا تنجم تستعمله فوق واقي الشمس نتاعك اذا انت تحب تعمل تغطية نوعا ما، هذا فيه لون وفيه تغطية. انتم حابين تاخذوا تغطية او انتم حابين تعملوا تغطية عندكم كلف، عندكم حبوب، عندكم حروق، عندكم حاجة ظاهرة لازمكم تغطيوها، وتنجموا تاخذوا في النطاق هذا، تنجموا تاخذوا مثلا اكران سولير أو واقي شمس يكون فيه نسبة تغطية أو ملون أو تنتي مع نتاع البنات. أنا مثلا نجم ننصحكم بالبيبي كريم اللي متاع عمناول هذي السنة اللي فاتت، كيما هكا البنات يكون ليكران سولير اللي حكيت لكم عليه، ولهنا موجوده الحمايه من الاو في ا او الاو في اي والاو في بي، هذوما الحاجتين اللي لازمنا نتاكدوا منهم. هذايا ليكران سولير نتاع غارنيي بيبي كريم مرطب وفيه نسبه تغطيه عاليه، اذا نحب نعمل فول ميك اب في النهار ما نعرفش نيت نجم تكون المناسبه، لكن حاجه لازم تكون موجوده عندي ننصحكم به. لكن الحاجه الوحيده اللي نجم نقولها لكم اللي راه هو ماهوش للبشره الدهنيه، فقط للبشره العاديه الجافه والمختلطة حبيه، ننصحكم بالبخاخ هذايا، وموجود في الماركات الكل، في بيوديرما، في فيشي، في لاغوش بوزاي، وزيدا كيف كيف قلت لكم مرة على بوست هبطها على الباج متاعي ليدي سمارة باج على الفيسبوك، قلت لكم راهو تنجموا تحطوه قبل وبعد الميك اب، قبل الميك اب ينعم البشرة، وبعد الميك اب زيدا يثبت المكياج ويشرب اللاكسي دو بودغ وإلا الغبرة الزايدة على الوجه باش ما يبداش الوجه مظهره كيكي. فننصحكم بها تفشفشوا بها كل ساعتين البنات، كيما أنتم تعرفوا كل ساعتين يلزمنا نعاودوا استعمال ليكران سولير نتاعنا او واقي الشمس، نغسلوا وجوهنا ونعاودوا نستعملوه مره اخرى وندهنوا به الوجه واليدين والرقبه والزدر على حد سواء ورا الوذنين ما تنساوش البنات، ونفشفشوا قبل ما نعاودوا نستعملوا هذايا قبل وبعد البنات، ياسر يعاون البشره على انها تحافظ على الرطوبه نتاعها ويعطيها رطوبه لمدة 24 ساعة ويعطيها مرونة تحفونة ياسر، يعاون زادا كيما قلت لكم أصحاب البشرة الحساسة باش ما كي لا تصاب بالتهاب البنات أو بإحمرار في وسط النهار من قوة الشمس. ننصحكم بهذايا لاغوش بوزاي وبيان البنات، إذا ما عندكم لا هذا ولا هذا ننصحكم باش تستعملوا ماء الورد وكهو. تجنبوا البنات النظرات الشمسية اللي ما فيهاش حماية أو اللي تبدا ماهيش أصلية أو اللي تبدا ماهيش أوريجينال أو تبدا رخيصة الثمن ولا تبدا من ماركيت كيما هكايا زاغا وبرشكا ودرا شنوا كي يبداو ب 30 دينار، رغم ذوكم ما يحميولكمش عينيكم من الشمس، احنا لهنا ما نحبوش نكونوا محلانا، نحبوا نحميو عينينا من الشمس. تستعملوا شابو وما تنساوش باش تحطوا زيت يحميكم من الشمس لشعركم، زيت يحمي شعر من الشمس، سامحوني ننصحكم بلا مارك ايف روشي، وننصحكم اذا ما عندكم حتى زيت تستعملوا ويل دو نوات كوكو، راهو وحده يحمي من الشمس. نحبكم من قلبي من داخل، ما تنساوش تشتركوا في قناتي تشجعوني، وما تنساوش باش تضغطوا على جرس التنبيه ولا شنو اي حاجه تحبوا تسالوها لي خليوها لي في الكومنتات اللوطة تحت الفيديو وانا نجاوبكم قدرة ربي. رمضانكم مبروك وان شاء الله أيامكم أسعد الأيام. بوسة كبيرة من هنا الغادي، باي 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 باي.